رح احكي عن الفلترز بهذا الفيديو. شو معناتها فلترز؟ فلترز يعني انا بدي اخذ بورشن من الداتا تقدر اشوفها بس لحالها، افصلها عن الباقيين بشكل انه اكيد ما امحي الداتا الباقيه. تتعمل ابلاي للفلترز يوجوالي نحن بنعمل ابلكيشن على الفيرست رو، يعني اول رو هو اللي بنحط عليه فلترز. في عندك طريقتين، يا اما بتعلم على كل الرو وبتطلع على الداتا تاب، ومن الداتا تاب في عندك الفانل او الامعي اللي موجود عندك هون اسمه فلتر، تكبس عليه. وانس كبست على الفلتر حيطلع لك فلاشات على كل سل من قلب الهيدر. اذا برجع بكمل على الاخير حلاحظ انه انا اذا في عندي كمان امتي سيلز ما حيعمل ابلكيشن لانه ما عندي اي شيء. حارجع بعدين على ميلة الشمال ونشوف اذا كبست على الفلاش شو بيطلع لي. وانس كبست على الفلاش طبعا يو كان دو سورتينج مثل ما كنا نشوفه نحن من قلب الداتا تاب، اور يو كان سيلكت مين بدك انت تعمل له ديسبلاي. يعني اكزامبل اذا انا بس بدي اول رو بشيل السيلكت اول بقول له بس بدي الوان بقول له اوكي، فبلاحظ انه طلع لي اول رو. زياده عن هيك اذا انا رجعت كبست على الفانل من هون ورجعت قلت له سيلكت اول وقلت له اوكي، فيني اجي انا هلا اذا بدي على الجندر واقول انا بس بدي اعمل ديسبلاي للفيميلز. فاذا اذا حطيت الفيميل ورجعت عمل سكرول داون حلاحظ انه الميل بطلوا موجودين، وحانتبه انه ارقام الروز عندي منهم كونسيكوتيف، بس حاطط لي هون مثل هيك اشاره انه في شيء ان بتوين. اذا برجع بطلع لفوق وبرجع بشيل هيدا الفلتر وبرجع بقول له سيلكت اول، فيني انا احط تو فلترز ات ذا سيم تايم. حاجي اقول انا باللانجويج بدي اعمل فلتر بدي انا بس الارابيك بيبل، فاذا مشيل السيلكت اول بقول له بدي بس الارابيك بقول له اوكي، فبيطلع لي كل الاشخاص اللي بيحكوا عربي. وفي حال انا بدي بس الفيميلز او الميلز بجي بكبس على الجندر بشيل السيلكت اول بقول له بدي بس الميلز، فاذا بيطلع عندي بس الميلز اللي بيحكوا عربي بهيدا الجروب اوف سيلكشن. حتى اكثر من هيك فيني اسا اعمل فلتر ثالث، فيني اجي لهون واقول له بدي الكارز بدي شيل السيلكت اول وبدي بس اللي بيسوقوا فيات، فاذا بكبس على كلمه فيات بقول له اوكي، فبيطلع عندي كل اللي بيحكوا عربي ويلي هن ميلز وسيارتهم هي فيات. معلومه كتير اساسيه انا لازم انتبه لها على الفلتر، وقت ما بيكون في عندي فلتر ابلايد على كولم حلاحظ انه حد الفانل بيكون في عندي مثل اشاره سهم كتير صغير. اذا هيدا السهم موجود يعني في عندي فلتر. اذا انا قربت مثلا اكزامبل على اللي حدا مثلا الايميل او الجوينينج ديت، اذا ما كان موجود عندي هيدا السهم الصغير يعني انا ما في عندي ابلايد فلتر. سو سام تايمز يو ويل بي وندرينج انه انا الداتا تبعيتي ما انا مبينه ليش. كثير من الاوقات بتكون انت حاطط فلتر وناسي انك ما ترجع تعمل له كلير. تو كلير فلتر يا اما بتجي عليا وبتقول له سيلكت اول مجددا اوكي، فبيرجع بيروح السهم، كذلك الامر على الجندر بتقول له سيلكت اول كمان بيرجع بيروح السهم، او بتجي بكل بساطه على اول وحده من هيدول على اول رو مطرح ما الفلتر هو ابلايد وبتطفي الفلتر فبيشيل لك اياهم، ترجع بتحط الفلتر فبهيدي الطريقه بيكون عمل له كلير. مش بالضروره دائما الفلتر عم يتحكم عندي شو موجود اكزاكتلي بقلب السل. اكزامبل اذا جيت على الجوينينج ديت وكبست عليها في عندي شيء اسمه ديت فلترز، مثلا انا بدي اعرف كل الاشخاص يلي هن عملوا جوينينج ذس يير، نحن هلا بال 2020 ذس يير، فبيطلع عندي كل الاشخاص اللي موجودين بال 2020. او اذا بدي فيني اجي على الديت فلتر اقول له بدي انا مثلا اكزامبل كل الاشخاص اللي عملوا جوينينج ببيريد اوف ديت، اول ديت ان ذا بيريد يلي باكتوبر، فاذا اوتوماتيكلي انا بقدر احط كل الاشخاص اللي هن عملوا جوينينج بشهر 10. حتى اذا بدك فيك تجي كمان على الجوينينج ديت وتقول له ديت فلترز وترجع تشوف كل وحده من هيدول يلي موجودين انا عندي هون. اكيد في عندي الكاستم فلترز ححكي عنها هلا بعد شوي. رح ارجع اعمل كلير للفلتر يلي هو الجوينينج ديت، اوتوماتيكلي فيني اقول له كلير فلتر فروم جوينينج ديت، وحاجي لهون وعلم على كذا وحده من هيدول واقول له بدي الكلر تبعها اصفر فور ا بيربس. اكيد اي كان بيرفورم ا فلتر باي كلر، بجي على الفلتر اللي موجود عندي بالهيدر بكبس عليه وبقول له فلتر باي كلر، اوتوماتيكلي بختار بس الصفر فبيطلعوا عندي بس اللي عندهم هايلايت لونه اصفر. حارجع اعمل كلير لهيدا الفلتر وحارجع استعرض نوع ثاني من انواع الفلترز. بدي طلع كل الاشخاص يلي هن ايميلهم بجوجل، يعني كل ايميل عنده ات جوجل بدي طلعه، فاذا بجي على هيدا الفلتر اند اي نيد تو تشوز تكست فلتر، في عندك ايكوالز داز نوت ايكوال بيجن وذ اند وذ كونتينز، هيدي اللي بدي اياها بقلبها كلمه جوجل، فاذا بيفتح لي الكاستم فلتر كونتينز بدي كلمه جوجل، فاذا بكتب جوجل وانس كتبت كلمه جوجل وقلت له اوكي حيطلعوا عندي كل الايميلز اللي عندهم كلمه جوجل. فرضا انا بدي اطلع الايميلز كمان يلي هن مش بس جوجل، بدي يلي هن كمان تايمز اونلاين، فاذا بجي على الايميل بكبس على الفلتر بجي بقول له بدي تكست فلتر بقول له كونتينز اجان، عندي الاند والاور، اند يعني كلمتين اجباري يكونوا موجودين بنفس الايميل، انا بدي اور يا اما جوجل يا اما كونتينز بكبس حرف السي تطلع عندي وبكتب هون انا تايمز اونلاين بجي بقول اوكي، فحيطلع عندي كل الجوجلز والتايمز اونلاينز فقط لا غير. فهون انا بقدر اعمل كاستمايزيشن للفلترز. كمان عندي فلتر تاني حاستعرضه، انا بدي كل الاسامي اللي بيخلص اسمهم بحرف الاتش او بحرف الار، فاذا بطلع على اللاست نيم بكبس على التك الموجوده هون بقول له تكست فلتر، وفي عندي هون ends with،
فإذا بدك بوس عليها بقول له ends with أول شيء حرف ال H، برجع كمان هون ends with again وبقول له هون بدي حرف ال R ولازم تكون أو، يعني يا أما H يا أما R. بقول له أوكي، فإذا بيطلعوا عندي هون مثلا Rasper أو بيجي بتطلع عندي أنا هون في عندي Westgrath، so it depends أنا شو حاطت فلتر. Let's clear it again. فيني أجي أنا على النمبر فلتر يلي موجود هون بكبس، برجع بطلع على النمبر فلترز، في عندي equal does not equal less than. Let's assume بدي أطلع كل الداتا يلي هم بين الخمسين يلي عندهم ID بين الخمسين والمية، فإذا بيجي بقول له between، فإذا هون is greater than 50 and less than 100، فإذا حيطلع عندي كل البين الخمسين والمية، بمعنى تاني الخمسين موجود برجع بنزل لتحت حلاحظ انه طلع لي بس المية. بهيدي الطريقة انا بقدر اعمل selection لportion of data، فيني انا ارجع اعمل لهم copy على spreadsheet تاني واتحكم فيهم كيف ما بدي. الفلترز كتير مهمين واساسية. معلومة قبل ما انا اختم بموضوع الفلترز، اذا انا هلأ بجي وبرجع بعمل clear، خلونا نرجع نشيل الفلترز نعمل لهم clear كلياتهم بشكل انهم يضلوا موجودين بس clear. Sometimes بتكون انت عم تعمل سكرولينج بتلاحظ انه الهيدر اختفى بطل موجود، فبتصير بتضيع اي الفيرست نيم اي اللاست نيم تتخليها ثابته دائما وتكون موجوده فوق. بطلع على الفيو تاب، وبالفيو تاب في عندي كليك اسمه فريز بانز، وفي عندي هدول الاوبشنز. توب رو يعني اول واحد، فريز فيرست كولم يعني الكولم الاولاني. حنجربهم، حجرب اول شيء التوب رو، حلاحظ بعمل سكرولينج حيضل جامد التوب رو، وبصير هيك انا كتير هين اني اقدر اعرف باي كولم عم بشتغل. اما اذا بدي الغي التثبيت فبرجع بعلم عليه للهيدر وبطلع على الفيو بقول له فريز بانز وبقول له ان فريز بانز، فبشيل الفريزنج. هلا اذا بدي ثبت اول ثلاثه بوقف على الرابعه وبطلع على الفيو وبقول له فريز بانز، وهالمره بقول له فريز البانز اللي موجودين فوق، فاذا بكبس، فاذا بلاحظ انه ال1 وال2 وال3 الهيدر واول اثنين ريكوردز عمل لهم فريزنج والديتا صارت عم تمشي بهيدي الطريقه. هيدي طبعا بتفيدني اذا كان بدي اعمل كومباريسون لهيدا الايميل مع اشياء موجوده هون ممكن تلزم لك ببعض الاحيان. حأرجع أعمل unfreezing لأول 3 rows، حأرجع أطلع على الفيو وقل له unfreeze bands، وحنشوف كيف فينا نعمل freezing للcolumns. إذا بدك تعمل freezing لأول 2 columns بتوقف على الثالث وبتطلع على الfreeze bands وبتقل له freeze bands، فلاحظ إذا أنت عملت scrolling هلأ حيكونوا أول 2 موجودين. حأرجع أعمل unfreeze bands، وإذا بدك تعمل freezing لأول column automatically بترجع بتقل له freeze bands وبتقل له freeze first column. إذا هلأ بتعمل scrolling حتلاحظ أنه أول column معمل له freezing.